فلاش سبور. صباح النور، أول مواعيدنا الرياضية نبدأها بالحديث على دورة نصف نهائي لكأس تونس. البرنامج وتعيينة الحكام، غدوة يتلعبوا زوز مباريات، الأربعة تاع العشية في ملعب زويت، المباراة الأولمبي الباجي الملعب التونسي، صفرها أمير لوسيف بمساعدة خليل الحساني ومحمد بكير، وفي الفار نلقاو الفرنسي باستيان ديشيبي بمساعدة اسكندر جبل. الخامسة أيضا في ملعب 15 أكتوبر، مباراة النادي البنزرتي مع النادي الأفريقي، تحكيم عامر شوشان بمساعدة جمال الدرعي ووسيم عمارة، وفي الفار باش نلقاو الفرنسي بينوا ميلول يرجع من جديد للبطولة التونسية وباش يكون في مساعدته مروان السعد. في بقية أخبارنا، نادي عجمان الإماراتي أعلن انتدابه للاعب النجم الساحلي فرج بن جيمة صاحب العشرين سنة في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإتوال في 30 جوان الحالي. والفريق الإماراتي أعلن أنه أيضا بن جيمة باش يكون ضمن فئة المقيمين، يعني نجم يكون يلعب مع الفريق الإماراتي بالجنسية الإماراتية. اتحاد تطاوين نشر بلاغي أكد فيه عقد الجلسة العامة الانتخابية والتقييمية نهار 10 جويليا القادم، وباش يقع غلق باب الترشحات نهار 25 جويليا. ودعت الهيئة الراغبين في الترشح في إيداع مطلب يحتوي على قائمة بستة أشخاص على الأقل، تتكون من رئيس ونائب رئيس، كاتب عام وأيضا كاتب عام مساعد، وأمين مال مع أمين مال مساعد. الوداد البيضاوي المغربي يفسخ عقد الثنائي السابق للترجي، كل من الليبي حمدو الهوني والجزائري الياس الشتي، معهم أيضا الجزائري زكريا دراوي، وهذا بسبب الفشل في تقديم الإضافة. نبقى في المغرب، واليوم الثمانية نصف النهائي الثاني من كأس العرش، الرجاء بطل الموسم ضد مولدية وجدة، والمتأهل باش يلاقي في النهائي الجيش الملكي لدربو التونسي نصر الدين نابي. في مصر اليوم كان من المفروض تتلعب مباراة الديربي بين الأهلي والزمالك في استاد القاهرة في إطار الجولة 27، لكن الزمالك يعلن عدم خوضه للقاء نظرا لغياب تكافؤ الفرص حسب بلاغ هيئة الفريق ورابطة الأندية. بعد القرار هذا راسلت نادي الأهلي وعلمته باعتباره فائز 2-0 وعدم إجراء المباراة. كرة السلة تتواصل الفرجة في نهائي البطولة المحترفة، وبعد زوز انتصارات للاتحاد المونستيري وفوز للنادي الافريقي، ننتظر اليوم الجيم فور المواجهة الرابعة في قاعة الجورجاني مع الستة. فوز الاتحاد يعني تتويج رسميا بلقب البطولة، انتصار الافريقي يعني المرور للمواجهة الخامسة لبال، واللي تتلعب نهار الخميس في قاعة مزالي بالمونستير. المنتخب الوطني للرجبي بسبع لاعبين باش يشارك في كأس أمم أفريقيا بجزر الموريس من 27 جوان حتى 8 جويليا. غدوة يسافر وفد المنتخب في اتجاه جزر الموريس، فكرة على استعدادات عناصرنا الوطنية. وبرنامج الدورة مع الناطق الرسمي لجامعة الرجبي حلمي بن صالح. صباح النور. صباح النور سي رفقي، وصباح النور لجميع مستمعي الإذاعة الوطنية. إذن المنتخب التونسي باش يكون حاضر في البطولة الإفريقية، غدوة موعد السفر، لو كان تعطينا فكرة أكثر على البطولة الإفريقية هذه، وخاصة على الاختصاص هذا بسبعة لاعبين. هو الاختصاص هذا لمحل رجبي، كما تعرفوا فما 15 لاعب وسبع لاعبين. رجبي بسبع لاعبين، هو كل فريق يعني سبعة لاعبين، ودوم الشوط سبعة دقائق، ونجموا نعملوا في نفس اليوم ثلاثة مقابلات. وذاك علاش الدورة كأس أفريقيا تبدأ مقسومة على يومين، اليوم الأول هو يوم التصفيات توقع فيه المجموعات، واليوم الثاني هو نهائيات الدور الربع نهائية والنصف نهائية والنهائية والترتيبية. فريقنا الوطني باش يسافر غدوة كما قلت إلى جزر الموريس، المشاركة في كأس أفريقيا للرجبي بسبع لاعبين، بمشاركة عديد الفرق، 12 فريق من أفريقيا من أعتى الفرق، آخرهم فريق جنوب أفريقيا اللي تأهل يوم الأحد في دورة موناكو الترشيحية للألعاب الأولمبية إلى ألعاب أولمبية باريس 2024، دونك تشارك جنوب أفريقيا. ومنتخب جنوب أفريقيا ظهر لي من أقوى المنتخبات في القارة الأفريقية، إذا كان ما قلناش في العالم. بالضبط، هو العمناوي حاز على المرتبه الاولى في الورد سيري يعني في العالم. السنه تو مازال كيف ترشح للعب الاولمبيه يوم الاحد. كذلك مشاركه فريق كينيا، فريق اوغندا اللي هي حامله اللقب الموسم الماضي، فريق بوركينا فاسو وكوت ديفوار وعديد الفرق القويه المعروفه كما زيمبابوي وزامبيا في افريقيا. تونس جات في المجموعه اللي تضم اوغندا حامله اللقب، بوركينا فاسو والكوت ديفوار. دونك يوم السبت 29 جوان باش تكون يوم التاهيل، يوم المجموعات مع تصفيات المجموعات. يترشحوا زوج فرق من كل مجموعه للادوار الربع النهائيه ونصف النهائي والنهائي من يوم الاحد 30 جوان. السنه بصفه استثنائيه ولاول مره
ان كاس افريقيا توقع على معناتها على زوج دورات، الدوره الاولى ما بين 29 و 30 جوان والثانيه ما بين 6 و 7 جويليا في نفس البلد في جزر الموريس، معناتها دو ويكاند سكسيسيف نسنسين ويكاند برك نلعبوا. المره هذه معناتها الكونفدراليه الافريقيه فرضت باش نلعبوا زوج دورات، الدوره الاولى كما حكيت لكم عليها 29 30 جوان، والدوره الثانيه باش تكون المجموعات نفس المنتخبات يعني هما اللي بيشاركوا في الدوره الاولى والثانيه، اما المجموعات تتغير حسب الترتيب نتاع الدوره الاولى. دونك ديما الاول والثاني والثالث والرابع عندهم الافونتاج اكثر من الفرق اللي تاخذ المرتبه الاخيره. احنا الحقيقه عندنا فريق شاب مطعم بفرق بلاعبين من الخبره، جبنا 5 لاعبين ينشطوا في البطوله الفرنسيه، ان شاء الله جاهزين مع ممرن جديد عنده توا شهرين، ما عندوش برشا، واحد ما يبدا العمل تاعو. دونك فما تحضيرات جدية صارت، الفريق على تم الاستعداد باش نشرفوا الرجبي التونسي ان شاء الله ونرجعوا بمرتبة معناتها مهمة، وعلاش لا نكونوا من الاوائل اللي على البوديوم. واضح، شكرا لك حلمي بن صالح، شرب التوفيق للمنتخب الوطني التونسي، اكيد المتابعه باش تكون موجوده على موجات الاذاعه الوطنيه. نكمل بالكره في العالم ونبدا مع الكوبا امريكا بالولايات المتحده، اخر مباريات الجوله الاولى في المجموعه الرابعه البارح كولومبيا كانت ربحت الباراغواي 2-1، وفي الفجر اليوم المنتخب البرازيلي يتعادل مع كوستاريكا دون اهداف. كأس أمم أوروبا يورو 2024 بألمانيا البارح الجولة الثالثة في المجموعة الثانية، مباراة مثيرة ومشوقة بين كرواتيا وإيطاليا، في الأخيرة تعادل 1-1. مودريتش كان ضيع ضربة جزاء في دقيقة 54 بعد تصدي حارس مرمى إيطاليا دوناروما، ثم بعدها بدقيقة مودريتش يرجع ويسجل هدف كرواتيا والتعديل من الطليان يجي في دقيقة 90+8، وبالتالي بعد ما كانت ورقة التأهل للمنتخب الكرواتي ترجع لإيطاليا وكرواتيا مبدئيا تنسحب من البطولة. ألبانيا كانت خسرت أمام إسبانيا 1-0، هدف فيران توريس في الدقيقة 14. إسبانيا متصدرة بتسع نقاط، إيطاليا ثانية بأربع نقاط، زوز تأهلوا للدور الثاني، المركز الثالث لكرواتيا نقطتين والرابعة ألبانيا بنقطة واحدة. اليوم من 5 متاع العشية قدام التلفزة والفرجة أكيد حتى للفجر في اليورو، الجولة الثالثة تتواصل في المجموعة الرابعة مع الخمسة، فرنسا المتصدرة بأربع نقاط مع بولونيا صاحبة المركز الرابع دون أي نقطة، هولندا أيضا صاحبة أربع نقاط في الصدارة تلعب ضد النمسا في المركز الثالث ثلاثة نقاط، وفي المجموعة الثالثة ثمانية الدنمارك في المركز الثاني بزوز نقاط تلعب مع صربيا صاحبة المركز الرابع بنقطة واحدة، وانجلترا المتصدرة بأربع نقاط تقابل سلوفينيا صاحبة المركز الثاني بزوز نقاط. وبعد مباريات اليورو عندنا مباريات الكوبا امريكا الجولة الثانية في المجموعة الأولى، الأحدث متاع ليل البيرو مع كندا، ومضي ساعتين في الفجر مباراة الأرجنتين مع شيلي. هكا كنا وصلنا لختام أخبار رياضة، أجمل تحيات شهير الكافي، نهاركم زين.